لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم. نورني ومشرفني النهارده ناس بجد قدروا انهم يعملوا انجاز محترم جدا جدا جدا، وقدروا انهم يجيبوا بطوله غاليه جدا علينا بالتاكيد. منورني ومشرفني النهارده كابتن محمد عبد الكريم، المدير الفني لفريق 2004. منور الدنيا كابتن. ربنا يخليك كابتن هيره، انت منوره ومبروك لجماهير نادي الزمالك كلهم، وبنبارك لسياده المستشار مدير منصور على الدعم اللي عمله والاستقبال اللي استقبله لينا، فاحنا بنبارك له ونبارك لصحه مرتضى ومبروك نادي الزمالك. وكمان منورني ومشرفني زياد وعمر، منورين الدنيا. زياد نور الدنيا. منوري. انت زي مبروك يا زياد. مبروك يا عمر. الله يبارك في حضرتك. طيب خلينا نبدا كده معاكم من الاول، ونبدا مع كابتن محمد طبعا في البدايه بالتاكيد. كابتن عايزه اتكلم معاك عن مشوار البطوله، كان ازاي الموضوع بدا، ازاي النتائج اللي حققها الفريق واحده واحده بالادوار كده، عايزاك تكلمني عن البطوله. اول دور احنا بنشكر طبعا كابتن رامي يوسف وكابتن ناب محسن، لان هم طبعًا كانوا متولين الفريق في اول شهرين او اول 3 شهور تقريبا، وانا استكملت البطوله بعد 17 مباراه. كانوا هم بعد اول 17 مباراه كانوا الرابع تقريبا، كانوا خسروا 3 مباريات او 4، ودخلنا في السته اللي فوق، السته الاولانيين يعني، بعد ما الفرق اتجمعت 3 مجاميع، كل مجموعه 6 فرق. والحمد لله رب العالمين كسبنا حوالي 9 مباريات، وخدنا الاول على سموحه، وكسبنا سموحه رايح جاي، كان الفرقه الوحيده اللي في 17 مباراه ما خسرتش ولا مباراه، احنا كسبناها الماتشين في سموحه وكسبناها عندنا، ودخلنا في النهائي الحمد لله وكسبنا اغلبيه الفرق الحمد لله. خسرنا من سبورتنج بس في اسكندريه، ولعبنا مع سبورتنج ماتش فاصل الحمد لله كسبناه وخدنا البطوله. في تعتبر البطوله دي الاغلى 2004، لان هي اول بطوله للجيل ده، يعني الجيل ده من ساعه ما بدا في نادي الزمالك عمره ما حصل على بطوله الدوري. لا ده حصل على بطوله دوري المحترفين 2004، كسب فرق قويه جدا، نادي سبورتنج ده بطل الجيل 4 سنين ورا بعض. نادي سموحه فرق من الفرق الشرسه جدا في اسكندريه، النادي الاهلي كسبنا الاهلي رايح جاي، كسبنا عليه في ملعبنا فرق هدفين، كسبنا الاهلي في النادي الاهلي فرق 6 اهداف، وعملوا مباراه ولا اروع في النادي الاهلي. الحمد لله يعني هم ابطال وهم جيل محترم جدا. الفرقه عندهم عناصر كويسه، لعبنا ب 25 لعيب اللي معانا، مفيش لعيب عندي بيقعد، كل لعبه بتلعب. اي لعيب بيبقى عارف ان هو ممكن ما يلعبش الماتش الجاي، فبيأدي في الملعب والتمرين أحسن حاجة. اقصى حاجه عنده. عندي بديل كتير جدا، عندي يعني عندي في الوينج عمر، في 3 الوينج الناحيه الثانيه في 3، يعني الحمد لله في بقى بدائل كتير جدا، وكلهم عناصر مبشره. عندنا في المنتخب في 3 4 في المنتخب كويسين، وان شاء الله باذن الله هيزيدوا الفتره اللي جايه، نوصل 7 و8 في المنتخب ان شاء الله. هو الجميل في الموضوع فكرة نوم عناصر مبشرة، لأن احنا فعلا منظومة كرة اليد في نادي الزمالك أو كوماندوز اليد في نادي الزمالك أهم ما يميزهم إن هم دايما كل بطولة بيدخلوا بيلعبوا عليها، فالجميل بقى إنك تلاقي كمان إن الجيل اللي طالع هو كمان بيجيب بطولات، فبيطمنك على مستقبل اللعبة في النادي. عمر أنا عايزة أعرف بدايتك مع الهاندبول جت إزاي؟ مين قال لك إن أنت هتبقى لعيب هاندبول؟ أنت وينج ليفت ولا رايت؟ رايت. رايت. تمام، انت اشول بقى. اشول. تمام، مين قال لك ان انت هتبقى لاعب وموهوب وان انت الهاندبول دي لعبه كويسه؟ مين اختار لك اللعبه اصلا؟ انا اساسا في البدايه دخلت اكاديميه النادي سنه 2008. كان لسه مفتوحه الاكاديميه، كان كابتن شمس جمعنا من المدارس وكده. ودخلنا الاكاديميه قعدت فيها 5 سنين، بعد كده دخلت فرقه 2003. ان انا ما كانش لسه 2004 اتجمعت. بس فكابتن رفعت، هو كابتن رفعت المنياوي، كابتن خالد جابر، هم يعني حاسين ان ايه ممكن ابقى حاجه كويسه يعني بعد كده. تمام. بس وبعد كده فرقتي اتجمعت ونزلت وبقيت كابتن الفريق. انت كابتن الفرقه. تمام. طيب قول لي مين اول حد قال لك بقى ان انت هتبقى، لا انت هتبقى مستقبل وينج رايت منتخب مصر، وان انت هتعمل مستقبل حلو وان ليك مستقبل حلو وكل الكلام ده، كابتن رفعت ولا مين؟ كابتن رفعت بقى. هو اللي قال. تمام. طيب زياد برضو عايزة اعرف منك في البداية ازاي اخترت لعبة الهاندبول، مين اول حد برضو قالك ان انت هتبقى موهوب وان انت هتكمل وهتقدر ان انت تعمل حاجة، وعايزة اعرف مركزك بالمناسبة. انا بلعب سنتر هوف، بدأت في مدينة مصر 2011. تمام. كابتن اشرف الشيخ هو اللي علمني اللعبة، ربنا يديله الصحة يعني يا رب. بس ومرينا بقى بكذا مدرب، مع كابتن شريف وكابتن تامر وكابتن هشام
لغايه كابتن عبد الكريم طبعا احسن مدرب في مصر. طبعا كابتن محمد مش كده عشان هو قاعد والله. لا انا حضرته كمان ودربني فتره وكل الكلام ده، وعارفه ان هو فعلا من المدربين اللي عندهم جرينتا كده، انت بتحس ان هو طول الوقت بيحمسك وطول الوقت هو ما بيلعبش غير على بطوله، هو بيعرفش يلعب غير على بطوله. انا طول عمري من ساعه يعني ما وعيت على الهاندبول وشفت كابتن محمد عبد الكريم، مش عايزه اكبرك، انا اصلا صغيره في السن انت عارف، من ساعه ما بجد وعيت على الهاندبول في نادي الزمالك كابتن محمد عبد الكريم دي طريقته وده اداؤه هو فعلا. قلت لهم ان هي كانت لعيبه كويسه جدا، ربنا يبارك لك. اكتر لعيبه كانت بتتخانق مع الحكام والمدربين لا لا الحكام بس بس فانا فعلا يعني طول عمري دي شهادتي في كابتن محمد انه راجل ما بيعرفش يلعب غير على بطوله بالتاكيد. طيب يعني انت سنتر هاف الاساسي ولا؟ لا الاساسي الحمد لله. طيب تمام زي الفل. خلاص نرجع لكابتن محمد تاني. عزم اعرف منك يا كابتن ايه اكتر ماتش حسيت انه اصعب ماتش في البطوله، انت وانت بتلعبه حاسس ان انت لو كسبت الماتش ده هتقدر ان انت تفوز بالبطوله؟ هو صراحه هو في كذا فريق في الدوري المصري اقوى جدا. فريق نادي الجيش 2004، الشمس فرقه قويه جدا، دول كانوا معانا في المجموعه، كان في اللي فيها سته اللي اهلونا للنهائي. في فرقتين خرجوا تقال، الشمس والجيش، يعني اي حد فيهم يخش كان ممكن يلعب على النهائي. دول كان اصعب مرحله موجوده. ماتش الجيش كان ماتش قوي جدا في ملعبنا، كسبناه فرق واحد، يمكن زياد هو اللي جاب الجون الاخير. الماتش كان يعني في منتهى الصعوبه، الماتش هو خلص صراحه اخر جون. الماتش ده هو اللي خلانا نطلع نلعب فوق في السته اللي فوق، فده كان اصعب ماتش. بعد كده كل اللي جاي كان بعد كان سهل الحمد لله. حتى ماتش سبورتنج في اسكندريه طبعا احنا خسرنا يعني بشكل ما يعني، لكن ما بقلقش ولا من سبورتنج ولا من سموحه، بالعكس يعني. لكن اللي كان قلقني خالص فراحه ماتش الجيش، كان ماتش لو كنا خسرناه ما كناش هنخش اصلا الست اللي فوق بالظبط. فالحمد لله ان احنا قدرنا نكسبه، وفرقه محترمه وفرقه قويه جدا يعني. صحيح. عمر عايز اعرف منك دي اول بطوله تكسبها مع نادي الزمالك ولا كان في بطولات قبل كده؟ هو كان خدنا بس اللي هي بطوله المنطقه بس، لكن دي اول بطوله. طيب لما وصلتوا بقى للمباراه النهائيه وتدرجتوا طبعا ابتداء من ماتش الجيش اللي دخلكوا او طلائع الجيش اللي دخلكوا في السته الاوائل، وبعد كده الماتشات اللي بعد كده اللي كانت في النهائيات، كنتوا بتتكلموا مع الفرقه ازاي؟ كنتوا بتتكلموا مع بعض ازاي؟ حاسين انه انتوا قريبين انكم تفوزوا ببطوله ولا حاسين الموضوع صعب؟ كانت الاجواء عامله ازاي؟ لا كنا قريبين يعني، احنا كنا عارفين ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، لان هو كله تعب، كل اللي في الفريق تعبوا كله وكله لعب في المباريات وشارك في الست المباريات اللي هو بتوع النهائي. واحنا في شهر رمضان كنا تقريبا ما بنفطرش في بيتنا، كنا التمرين كله بيبقى قبل الصيام. فكنا مع كابتن عبد الكريم كنا تعبانين، فانا كنت عارف ان هو ربنا يكافئنا في الاخر وان احنا ناخد البطوله. بس كان كل اللي بينزل الصراحه كان بيعمل اللي عليه. كنتوا بتتدربوا تدربتين، واحده قبل الفطار واحده بعد الفطار؟ لا احنا كان عندنا عشان الصاله وعشان التوقيت كان صعب جدا، ساعه ونص، فانا كنت بحب اجيبهم قبل الفطار بساعه عشان تلاقي ميعاد اخد براحتي يعني، واتمرن بعد الفطار ساعتين، فيبقى عندي مده كبيره، لكن الساعه ونص ما كنتش هتلحق اعمل حاجه يعني. فكنت كان بيجي ياكلوا بس العصاير البلح يفطروا بيه ونصلي المغرب ونبدا تاني نكمل تمرين في الصاله. وبعد كده والله يعني هو دايما يعني لكل مجتهد نصيب، ما هو ما فيش حد بيتعب ويعمل اللي انتوا بتحكوا عليه. التدريب قبل الفطار ده بيبقى صعب وشاق جدا جدا جدا، وكمان انك بتدرب بعد الفطار فده حقيقي يعني حاجه محترمه. احنا معانا طبعا التتويج، لحظه فوزكم بالبطوله يعني فرحه. ماتش النادي الاهلي ده، ماتش النادي الاهلي في الاهلي ده، الماتش اللي هنلعب بيه فاصله قبل ماتش سبورتنج. تمام، اللي خلانا نلعب مباراه فاصله ده كان يعني ده كانت المباراه اللي خلتكم تلعبوا مباراه فاصله مع نادي سبورتنج على الدوري. احنا لعبنا السبت مع لعبنا الخميس مع سبورتنج، تعادلنا في صاله 100 عقبه. تمام، والسبت لعبنا الاهلي في الاهلي، كنا لازم ناخد الماتشين فوز ناخد الدوري. ماتش التعادل بتاع سبورتنج الاولاني خلى ان يبقى في مباراه فاصله، لازم تكسب الاهلي عشان تلعب فاصله، فالحمد لله كسبنا. ده التتويج بقى. ده التتويج ده التتويج في صاله 6 اكتوبر. صاله 6 اكتوبر، نادي 6 اكتوبر. صحيح، الفرحه حلوه مفيش كلام. نحتفل مع كابتن محمد. طبعا. زياد قول لي برضو نفس السؤال، ايه اصعب ماتش حسيت انه لا احنا يعني لما حتى بقى طلعتوا يعني؟ كابتن محمد بيقول ان اصعب حاجه كانت قبل ما تطلعوا السته الاوائل مباراه طلائع الجيش، ولكن لما طلعتوا بقى خلاص السته الاوائل حسيت ان ايه اصعب مباراه في السكه يعني؟ انا بالنسبه لي اصعب مباراه الاهلي عندنا في الصاله. فابتدينا بدايه مش حلوه، كان الاهلي كسبان فرق 9 اهداف. الشوط الاول، في اول فرق 9 اهداف الشوط الاول ولسه في نص كان 11-3 للاهلي. يا نهار ابيض.
فكابتن محمد خد تايم اوت ورجعنا الصفوف يعني. ورجعنا الحمد لله طلعنا من الشوط الاول خسرين واحد او متعادلين. لا 11-11 متعادلين. 11-11 ده في مده قد ايه بقى يا كابتن؟ يعني مده 14 دقيقه. 14 دقيقه ما جابوش جون. ده هو ده كابتن محمد عبد الكريم. هي لا توفيق من ربنا. توفيق نير والله الحمد لله. طبعا طبعا. وده كان اصعب مباراه. طب والشوط الثاني بقى نزلتوا عملتوا ايه؟ بس المباراه مشيت واحده واحده لغايه ما كسبنا في الاخر والحمد لله يعني. فريق اثنين. فريق اثنين. لا بجد تستاهلوها عن جداره يعني. الكواليس والكلام اللي بتحكوه بيبين انه الموضوع مش 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 صدفه. هو مش صدفه. هم انت معاك لعيبه رجاله، انت مدير فني عندك جرينتا، وانت مصر على الفوز بالبطوله، فهو الموضوع مش صدفه وفي اجتهاد وفي تمرين وفي كل الكلام ده بالتاكيد. طيب كابتن، القوام الاساسي كله عندك من 2004 ولا في لعيبه متصعده؟ لا القوام اساسي 2004. احنا جينا فتره صعدنا بعض اللعيبه من 2006 المميزين. زي يوسف اشرف، زي ابراهيم، زي حازم، نصرت، زياد، محمود، في بودي، هاني جون، في مجموعه كويسه احنا صعدناهم شويه اتمرنوا معانا ياخدوا الخبرات. لكن مش كتير لان عدد اللعيبه عندي 25. فاحنا كنا بنطلعهم في فترات اللي هم الاولاد عندهم امتحانات، عندهم تجمع منتخب، في اصابات، فبعمل بس عشان التدريبات يعني. لكن في مباريات لعبوا مباراه وديه او اثنين، لكن ما لعبوش كتير. لكن في عناصر مبشره كويسه من 2006 هتخدم ان شاء الله المرتبط ان شاء الله 2004، وهتخدم ان شاء الله الدرجه الاولى باذن الله ان شاء الله. طيب عمر، عايزه اعرف منك يعني ايه شعورك بعد الفوز بدوري المرتبط بالتاكيد، وان انت لا خلاص يعني انا النهارده فزت بالدوري وكمان عندي بقى طموح للفتره اللي جايه. عايزك تكلمني على طموحك الفتره اللي جايه شكله ايه؟ هو طموحنا ان شاء الله الموسم الجاي نلعب على الدوري بقى والكاس، لان احنا ضيعنا الكاس السنه دي. ما حلفكوش الحال. قدام سبورتنج برضو، فالسنه الجايه ان شاء الله عايزين نلعب على الدوري والكاس. واضح ان سبورتنج هو المنافس الاقوى ليكم. مش سبورتنج مش النادي الاهلي. هو بطل الجيل اربع سنين ورا بعض، بياخد دوري وكاس. اوكي كاس ودوري بقى. خسر السنه دي الكاس من الاهلي في النهائي، لان هو كان طريقي، سبورتنج كان طريقي، فاللي كان يكسب فيه ناخد الكاس. هو كسب المباراه. والاهلي كسبه في النهائي. كانت غريبه صراحه ان الاهلي يكسب. فسبورتنج بفرقه قويه جدا. كمل صحيح. كمل يا عمر. بس كنا فين؟ لحد ما انه طموحك السنه الجايه انت عايز تعمل ايه بقى؟ هو ان شاء الله ناخد بطوله الدوري وبطوله الكاس ان شاء الله، وان احنا ما نقفش بقى عند كده، نفضل مكملين. صحيح. حسيت بايه اول ما كسبت يا زياد بطوله الدوري وبتحتفل وكده في الملعب؟ حسيت بايه؟ لغايه دلوقتي مش مصدقين اصلا يعني. لغايه دلوقتي بطوله الدوري غاليه يعني. لاعبين 40 ماتش لغايه دلوقتي الحمد لله يعني. 17 ماتش مع كابتن رامي وكابتن ايهاب تعبوا معانا يعني فيهم، والباقي كابتن محمد يعني قدر ياخد الدوري بيهم الحمد لله. صحيح صحيح. انتوا في فرق كده انت بتبقى عارف ان هم حتى سمعتهم في النادي ان هم لا ده يقول لك ده فريق 2004 فريق جامد، لا فريق كويس عنده عناصر مبشره، بيبقى باين يعني كل حاجه بتبقى باينه بالتاكيد. طيب كابتن محمد، عندك لعيبه بقى في المنتخب؟ عندنا محمد عبد الغني. ده لعيب من استاد المنصوره. جه السنه دي. وفي كريم زكريا، وطبعا عايز اقول عليه حاجه، كريم ان والدته رحمه الله عليها توفت قبل ماتش الاهلي بيوم. هو من اسيوط سافر. وجي بعد ماتش الاهلي اتفاجئت بيه، جه بعد ماتش الاهلي بيوم بيوم، والاولاد حتى في صوره صوروها في ماتش الاهلي وحاطين التيشيرت رقم 20. فاحنا بنقول له يعني ان هو من اللعيبه الاساسيه. ولعب معاكوا الماتش النهائي ولا ما لعبش؟ جه ولعب. جه ولعب صراحه. هو من الناس الاولاد الرجاله صراحه. الله يكون في عونه بصراحه. هم في ثلاثه مغتربين معانا، ضياء من بني سويف هو اللي جاب الجون الاخير في ماتش الاهلي من رميه جزائيه. كان متصور يعني. من اللعيبه برده مبشره على العمالقه. ومحمد عبد الغني من استاد المنصوره، جه برده من المنصوره. وكريم جه من اسيوط. الثلاثه دول مغتربين في النادي يعني. صحيح. طيب عمر، لما بتشوف كوماندوز اليد، فريق اليد، ما هو انا النهارده لما باجي العب وان انا بكسب بطوله وكل الكلام ده، دايما بيبقى هدفي ان انا عايز اطلع الدرجه الاولى، انا عايز العب في الدرجه صحيح. الاولى. فلما بتتفرج على الكوماندوز او فريق اليد يعني ربنا يوفقهم بكره، عايزين كلنا نكثف الدعاوي، ربنا يكرمهم بكره في السوبر الافريقي، لما بتتفرج عليهم بتحس ان انت يعني نفسك بقى تبقى معاهم يعني؟ لما يخلص فريق المرتبط ويجي سن الدرجه الاولى نفسك تبقى معاهم، بتتفرج عليهم بيحمسوك ازاي؟ بيفرق معاك ازاي انجازاتهم دي انت كواحد بتتفرج عليهم وبتعتبرهم قدوه ليك؟ احكي لي اكتر. انا نفسي كنت ان انا الحق العب مع كابتن احمد الاحمر جد والله، مش مجامله. هو مثلك الاعلى. انت وينج رايت يعني ناحيه الرايت. العب جنب حتى في الوينج رايت او يعني اي حاجه ان انا الحقه.
طبعا كان نفسي برضه العب، كنت مع كابتن اكرم يسري. وكانت المجموعه دي كلها عامه انا اللي هلعب معاه. اكرم هو مكانك بقى، اكرم ده يعني ما شاء الله عليه. عشان يمشيه يلعب مكانه. اكرم ما شاء الله عليه يعني، ربنا يحفظه. عامه هو السكواد اللي موجود دوت دلوقتي يعني، عامه نفسي كنت نفسي العب معاه. وفي برضه حازم ممدوح برضه كويس في الوينج رايت، واحمد حسام وبشير، يعني ناحيه الرايت مليانه ناس بجد كويسين في الدرجه الاولى، بس ان شاء الله يبقى ليك مكان ما تخافش يعني. ان شاء الله. زياد قول لي برضه نفس الفكره، لو تتفرج على الدرجه الاولى ايه طموحك؟ نفسك تبقى قدام فين مع الناس دي؟ تعمل معاهم ايه؟ جيل ذهبي بيحقق بطولات وكل الكلام ده. نفسي العب معاهم بقى بطولات افريقيا بقى، واطلع العب مع لعيبه الكبار ابقى زي كابتن يحيى الدرع وكابتن سيف وطبعا كابتن مودي يعني. كابتن لوكا. بس هو مسك الاعلى بقى في الاربعه، ما هم الاربعه بيلعبوا هفاض. انا بالنسبه لي بحب كابتن مودي يعني عشان شبهي ونفس الرقم التيشيرت تمام. انت بتحب كابتن مودي عشان لعبك بيعتمد بقى على الاختراقات وكده ولا بتشوط من بره؟ عشان كده عشان كده انت عاجبك اداء مودي. بس هم كلهم بصراحه برضو في الهاف كويسين جدا يعني، يعني كل واحد حتى يا كابتن محمد تحس ان الملعب بيحتاجه في وقت. طبعا طبعا. يعني لوكا تحس ان هو اللعيب اللي لما تبقى عايز تتقل وتحافظ على النتيجه تنزل لوكا. مودي اختراقات، سيف ويحيى ما شاء الله بيعرفوا يشتغلوا ويشوطوا من بره، ففعلا كل واحد فيهم مختلف، وده اللي مخليهم كلهم ليهم دور مع الفريق. طيب المفروض عندكم ايه بطولات الفتره اللي جايه يا كابتن محمد؟ خلاص احنا كده خلصنا الدوري خلاص كله، احنا كنا اخر مسابقه في الاتحاد اصلا كله. اوكي. اخر مسابقتين اتعملوا في نادي 6 اكتوبر اللي هو نهائي 2004 محترفين و2006 بنات بين الاهلي والاولمبي، ده كان اخر مسابقه في موسم 2021 22 بالنسبه للاتحاد المصري لكره اليد خلاص. السنه الجايه ان شاء الله بقى هيبداوا الثلاث. عندكم دوري وكاس بس؟ دوري وكاس بس. ما فيش ان شاء الله السنه الجايه نكلم الكابتن حسام غريب رئيس الجهاز وكابتن احمد العطار ان هم يشتركوا كمان في المنطقه. لان احنا عدد كبير 25، فسهل جدا العب انا ان شاء الله ثلاث مباريات في الاسبوع ما فيش مشكله، نقدر نلعب في منطقه الجيزه بالزبط. نقدر نلعب في الدوري بحيث ان اللعيب بيفرق، لان انا كنت بعمل انا كنت بلعب مباراتين في الاسبوع، انا كنت بعمل مباراه ثالثه وديه لان يعني عندي 25 وبلعب 16 فكنت بقى على طول العب مباراه الثانيه ثالث يوم اعمل مباراه وديه مع اي فرقه من الفرق اللي بره. عملت مع ميت نصر قبل كده، عملت مع الترسانه بحيث ان الفرقه التسعه اللي بره السكور يلعبوا، فبدل ما اعمل ماتشات وديه ان انا يبقى عندي المشاركه اجهز ما لعبش. بالظبط يبقى عندي المشاركه في بطوله المنطقه. طيب احنا كابتن محمد عبد الكريم هيكمل معانا علشان نستقبل طبعا باقي زمايلكم بالتاكيد، بس عايزه اخد منك كلمه اخيره يا عمر، وطبعا هاخد كلمه من زياد. انا بشكر الجهاز الفني كله، دكتور اسلام وكابتن حسام عصمت الاداري، دكتور سامي الدكتور، وكابتن دكتور سيد المدرب الاحمال، وكابتن محمود مدرب الحراس، كلهم الصراحه تعبوا معانا. كابتن حسين محلل تعب معانا جدا، كابتن حسين كان خصوصا في الدور النهائي بيقطع لنا ماتشات ونتفرج عليها ونتفرج على نفسنا. وبشكر الفريق كله، انا بس مش عايزه اسمي اسامي عشان ما انساش حد وحد يتضايق مني. وعمر رأفت بقى عشان هو اللي كان واقف معانا اخر ماتش. رأفت تعوضت اللبس ده عمر يعني صراحه واقف معانا في المباراه، حتى لما تيجي في اخر ختام المباراه لما رحت سلم على الجمهور، لا اول واحد واقف جنب الحكام الليمون بتاع الليمون. صح كده، بيسلم عليا ومبروك واقف بيشجع، واقف ورا الحكام وبيشجع، المفروض مفيش حد يقف ورا، هو واقف عمال يشجع الناس الحلوه اللي في نادي الزمالك. فعلا ما فوتناش اي ماتش في ملعبنا السنه دي. ربنا يبارك لك والله يا كابتن محمد، انك قلت اسمه ده، احنا متربيين على الليمون بتاعه، لازم بين التمارين نروح نشرب من الليمون بتاعه بالتاكيد. طيب زياد عايز تقول ايه؟ انا بشكر الفرقه عشان احنا بجد تعبنا الموسم ده مع المدرب وكابتن رامي وكابتن ايهاب وكابتن عبد الكريم، عملنا مجهود صعب يعني. وبقول كابتن محمد عبد الكريم ان شاء الله يكمل معانا بقى الموسم الجاي عشان ان شاء الله ان شاء الله اكيد عشان يكمل سلسله انجازاته بالتاكيد. انا كمان بضم صوتي لصوتكم بالتاكيد. يمكن دي كانت فقرتنا الاولى مع ابطالنا، ابطال الدوري مواليد 2004. كان معانا في الفقره الاولى زياد حشاد وعمر بالتاكيد، وهيكون معايا في الفقره الثانيه هينضموا لكابتن محمد عبد الكريم المدير الفني العظيم بالتاكيد، هينضم لنا في الفقره الثانيه محمود علي وعمر الخطيب، وكلام لسه مستمر مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل استنونا.